مرحبا بكم في فقرة علومكم للعام 19 على التوالي. الموارد البشرية تعلن عن بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من 15 من يونيو إلى 15 من سبتمبر على ألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات يوميا، وفي حال زيادتها لأكثر من ذلك فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا بحسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. اقتصاديا، وفي ختام فعاليات اليوم الأخير لمعرض ومؤتمر إصنع في الإمارات وفي دورته الثانية، فازت 3 مشاركات في مسابقة إصنع في الإمارات للشركات الناشئة التي تنعقد للمرة الأولى، حيث تضمنت المسابقة 24 شركة ناشئة متأهلة من إجمالي 400 طلب، 60% منها شركات ناشئة من حول العالم، حيث حصل الفائز الأول على 100,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني حصل على 70,000 درهم، والفائز بالمركز الثالث حصل على 50,000 درهم لتمويل مشاريعهم الهادفة لتطوير الأعمال. رياضياً، انطلقت اليوم النسخة 6 من بطولة كأس نائب رئيس الدولة الجوجيتسو في دبي بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية للتنافس على حسم اللقب والتتويج والحصول على جوائز مالية تتجاوز قيمتها 1,000,000 درهم. وفي جانب الاستدامة، فازت للإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN في 2025، حيث قدمت هيئة البيئة في أبوظبي ملف الاستضافة ممثلة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات، ما يؤكد التزام الدولة بحماية البيئة والعمل على تعزيز الريادة في مجال مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة. شكراً للمتابعة.